يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث هزار وحوصت يانزا بلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب مناقب عبد الله بن الزبير. قال عن ابن أبي مليكة قال: كان بينهما شيء، يعني بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال: قال الناس: بايع ابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما جدته فعمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد صفية، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. والله إن وصلوني من قريب، وإن ربوني أكفاء كرام. فآثرت تويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد بن تويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان، وإنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير، لوى ذنبه، يعني ابن الزبير. ملا لما ناقبي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قبري لبه ابن أبي مليكة دفرمي لنيوان عبد الله كري عباس وعبد الله كري زبير سارديه كبو باش ده فرميت شو ملاي عبد الله كري عباس وتم باش تو بو سارديه لقال عبد الله كري زبير اتريد ان تقاتل ابن الزبير ده تيب جنجيد جي ابن الزبير فتحل ما حرم الله أويك أخوة حرامي كردو حلاليكي لحرم بجنجيت لحرم قتال كيد ودشي عبد الله كري زبير لتيوبكي. قال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين. تي فناب أخوة من أوشتبكم من شون أوشتدكم بلام أخوة يقول بتقدير لسر شيدانا جنگ يعني حلال كرد لحرام عبد الله كوري زبيرو بني أمية أو تبيق وربونه ولا يكتر دكوجن شكو عبد الله كوري زبير مدينة مكة يمن بشي شي زور لولاتاني إسلامي كو تجير دست عبد الله كوري زبير بنو أميش لولا وأوانيش رازي نابن استا دو خليفة هابي كشتار هيلا بينيان دا فرمي اويك كشتاري لحرام حلال كرد من نيم ابن عباس دا فرمي او عبد الله كري زبير وبني أميان واني والله لا احله ابدا من قد بحلالي نازانم لحرام جنگ بكريت انجا ابن عباس وتي الناس بايع ابن الزبير أو بايع ابن الزبير يعني أو خلكانيك لجهتي عبد الله كري زبير بمندلين أو عبد الله كري عباس ده فرمي ده فرمي بمندلين بيعد بعبد الله كري زبير بده. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ جاء أجر عبد الله كري زبير ببيت خليفة مسلمان شعيبي كي تدايا شخللي كي تدايا
عبد الله بن زبير شايستيا أهله بوشي شايستيا دل بابا تاع حسابكم. أما أبوه فحواري رسول الله زبيري باوشي أما لخواص تايبة خوشويست كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بس ما كان هذا فضائل زبير. أي بابيري أي بابيري زبيريش كيا أبو بكر الرضا يا إخوائي قولوا لي أو أبو بكر صاحب الغارة لقلب يغمر عليه الصلاة والسلام أو دو منقبة. وأمه أي دايتي كي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقة أو بشتيني دو بشتيني بس بو يشي كان خوارنوش دو يشي كان بو خوتن كرنو دا شو خوارنو آبي بو بيغمر عليه الصلاة والسلام بو أبو بكر باوشي دبرت. أما سي منقبة. وأما خالة ويزان بوري عبد الله كريز زبير كي بوري شي عائشة دايتي من دارانا. وأما عمته إذا زن بور دوك مت أو خشتي باوك أي متي أو شيء فرمي تزوج فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة أو خديجة. وأما جدته فعمه النبي عليه الصلاة والسلام فعمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد صفية يعني ننتي شي شي ذا بيري صفيه. ثم عفيف في الاسلام اما كسكار كان زبير اوانا يعني كسهر قور كان هسهر نزي كان لبيغمر عليه الصلاه والسلام اوكو كسكاري ادي وكو خوي عبد الله كرو زبير عفيف في الاسلام قارئ للقران كسيكي باك لاسلامتي ذا وقارئ قرانه بويا عبد الله كوري عباس ده فرمي اگر عبد الله كوري زبير بيت خليفه من بلايقي ده زانم خو من چشم لقال ونيه والله ان وصلوني اگر بيتو بني اميه لقال من چاك بنو چاكم لقلب كان او وصلوني من قريب بهي او قرابتك لبين من داهي. وان ربوني ربوني اكفاء كرام و فروردم كان شاكم لقلب كان براستي كساني شي يعني شايستن كساني شي يعني رزدارن كراما زور زور بلى. فآثر التويتات والأسامات والحميدات دفرمي بلام عبد الله كري زبير مشكلة كي لتي دا هات شي تفضيل دا شيء هنا يبيشوا التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسد فرمي خلكاني شيء هنا أواني خست بيشوا ندبوا أوان بينته بيشوا. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية يعني عبد الله كري مروان عبد الله كري مروان كيستا أو منافسة دفرمي أو برو بيشا وجو أو هولي دا أو تيكوشا بويا استا مروان يكان بني أمي يكان سركوتن سردكون بلام أي عبد الله كري زبير. وإنه لو واذنبه بلام عبد الله كري زبير يعني كل شي خوي باداو أي شي بينكراو سركوتو نبو نبو بخليفة أو نابت يعني بهر حال للايكوا وكو خدي خوي كسايتي مقامي منزلتي بس يكرك عبد الله كوري زبير شيء بل لم إيشه داوتي سركوتون أبو سركوتون أبو لو إيشه دا فعلا سركوتون أبو لآخر إيش تي كده تيلي كرا عبد الله كوري زبير شهيد كرا رضا إخوي جوري ليه به شهيد كرا جاب ياويشي آوا وكو عبد الله كوري زبير لم إيشه دا ككردي سركوتون أبو عبد الله كري زبير ورا لجهتي دايتشو لجهتي باوتشو لجهتي بوريو لجهتي ماتيو لجهتي دابيريو لجهتي بابيريو لهم جهتك عبد الله كري زبير قوري زور زور بيروزا كسي شي يعني خيردارا واش سركوتونو سركوتونو تشي سركوتو هر بني اميه سركوتن لو موضوع هذا موضوع تشي برا كانم يعني منازعه لا تاتي بخير شنجار باسم كردوا دو مسلك هي لنا ومسلمان عنده مسلك المناصحة ومسلك المنازعة ده صلاة داران
مخوار روش تا روش دید سال دوای سال کردواری دل خوزگم بپار و اما زانه برو چاک برو الا ان یشاء الله استثناءاتی تیده بله بلام عدلنین گندلن ظلم دکن ظلم دکن کاک خزمی خویان حزبی خویان کسوکاری خویان پربون و خلق قربو ای راز دکی راز دکی ای بس چی لم دوانا کامیان اختیار دکی منازعه ململانی لگل دکی یا مناصحه دکی کورا کاک مناصحه چی اما نجوی دگرن برو نصیحتیان که بزانه هیچ بیج دکی هیچیش بیج نکم ارچی سرشانم جیب جی دکم ارچی سرشانم جیب جی دکم که پیغمبر خواه علیه صلی اللہ فرمیت الدین و نصیحه قلنا لمن يا رسول قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم جهت الكاكا من هر الأصل بابتك خلاف من قلتهم من أوانا بإمام مسلمان نازانم إيه بسر تشاو بإمام يهود ونصارى بزانا إيه وچين إيه ومسلمان يعني كافر خلت يوم كردسانا چين مسلمان سر كده كتان چيه نعم داني بيانانم داني بياناني نعاميت چی دانی پیانانم؟ اخوال خوشی نیه برام، لخوشی نیه ما واقعه. والله بتوانته امانه سر کردن. بتوانته سر کرده تا کجا چیه کی؟ آو بریاری وضعی ولات کتب وددا. نه من اعترافی پیانکم. لسر اعترافی تو است و قضیک. کره کاک اعتراف که کره امم متحده اعترافی کردو مسر و چیهری ما نام نایک. تو کنیکی ایشکا معلق دو استی قاضی که وستا و استال سر تو وستا و ایمیکه. بلام. اری بوم چه من ندنه. اری بور رجوبان باج نکن. اری بو خسته خانه. اری بو کار با من چاق نیه. تو خسته لگل چی دکی؟ لگل چی؟ لگل جنی خسته دکی یا لگل چی؟ نه لگل آمانه ی کار بدستن. اتو نه لی کار بدستنی من اعترافی پی نکم. نه لی هی جنی من حسابی بو نکم. ای بو داوری دکی. آخر بوی داوالی دکم چون که مال و سامانی ملت بده زمانه یعنی چی؟ یعنی چی که وقتا؟ ها هاتی تو سر خاته که آخر منو کتون علم ولی امره من دلم ولی خمره کاک بلا ولی خمر قیروسی بلا ولی خمر بس ارتش ای بس کار بده است یعنی ای ولاد چی بکنی تک بده زمانه او بلا ما معنا ابو بکر عمر نین چی و تویی ابو بکر عمره چی و تویی عثمانه چی و تویی علیه چی و تویی آوانا اولیا اخوان کس وانی تو کاک اما واقعك كار بدست دبي تعاملي لقلك استاذ دور قال هاي دور رجا مناصحه يا منازعه منازعه من الملانيه ام كرسي دبي لاستيرم حكي بده بكرسي كي لاستيرم فرم اجر من وكو عبد اللطيف يا ام طلبانيك درس قران وحديث اخوين اجر هاتين ريما اللي قلت انكاك فيها خرابين وعليكم السلام بين مال يوم يوان بمبياني وعد بيديم إن شاء الله بس باب مالتان لسمودة هرديم إن شاء الله خواس كوري شيت ليري باوكت ترسم باوكي بلا توشي تشيبو باوكي كريزا كوا باوكي جان تو خب فرمو بیگور پیدا نگردی برای کم وزکه زور لوا آلوستره ولی من واب ازاین چیم کرسی کلی استنم کور باهوگ لکور قبول نکه کرسی لی بستندره کور برای لبرای قبول نکه کرسی لی بستندره هاو حزبی خویتی بزنه آها مترسی کرسی که هیا بخوال نهیده با است تو واب ازاین دت و وریگری نه خطوب محاوله بکن برای کم محاوله دکین یا خم محاوله دکی کاکا جياني خلق توشي بلا ومصيبته نهامتي دكي هيچيش بيجنا كي دلني ابا منو النتيجه كد دمه جاتو خو غيبنا زين النتيجه كي تشوز نو والله من حديثي في غمبر واي بيوتم عليه الصلاه والسلام اوهم تجاربيك كراوه او بي ما عند الله براكي من اما غلط ولا نصيحتك
الأول سرت وين نصيحته بخوا نصيحة تأثيري دبي برا كان تأثيري دبي إن شاء الله نشيبو أجر كم بو تأثيري أما خلا سر معنا بأرشي خو من هستين بلى أما ابن الزبير رضي الله عنه يقول لي أمبيا وبرزو بإيمان وبرزو عائلة برزا فرموا نتيجة كيهر كوتاي بهات شهيد كرا ونيتواني بارز قاري ليبكا بلى. قال باب مناقب عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر بن الخطاب في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذا الله عدي كري حاتم دلي هاتين الله عمر رضا إخوائي قولي لي بي اللي قال وفدك يق بانجي دا كرنو ناوي دا هينان من جوتم أي خليفة مسلمانان أي عمر منا ناس يوا وتي چون ناد ناس موا تو أو كسي كاتي كتو مسلمان بوي خلقا كي قوما كي خود بباور بون كاتي كتو هاتويت رود كرد باوشت كرد إسلام خلقي پشتي تي كرد كاتك كتو بوفاء بوي خلشي غدري كيرد كاتك كتو حقد ناسي خلق إنكاري كيرد عديوتي ولا بس ما تاو أو وصفيتهم بس هيجي ترم ناوي أماش من قبيه يجي جوري بو عدي كري حاتم رضا إخوائي لبي ملا. قال باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي جملة بتبي نعلكاني بلال بو لبهشت لبيشخم الله يعني هم أهلي بهشته وهم دل لبيشخم جملة بوا صلاة والسلام إخوة يقول لسر به لعبادي الصالحين ايه عندو رجا خد حازك دبو بس انا ايه التي ما لا عين رأت التي من النعيم توا بارك الله فيك. قال وعن جابر بن عبد الله قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا. جابر بن عبد الله فرموا عمر ديوت أبو بكر قوري إيمنا إيميا واعتق سيدنا وقوري تري إيمشي آزاد كرت ما بس تبي بلال بو يعني عمر ببلال بل السيد مان قوري مان بلا. عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. الله أكبر. دفرمي كاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وفاتي كرت بلال ويستي لمدينة درشت بلال تحملين كرتي تر لمدينة بمينة وكا في عمر وفاتي كرت عليه الصلاة والسلام أبو بكر منعي كرت فرمي نابي بلال جيمان بيالي تبي لير بي تبي بانك ديت بلال فرمي أي خليفة مسلمانان نعمي لما دينا بمن مو دواي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيغمبر لما دينا ما تحملناكم لير بمن مو بويا أي أبو بكر راستتو من تكرية ورزقارة كردم أقر بو نفسي خوت تكرية ومتوا بو خزمتي خوت ودى من مو ناتوانم بلا ما قربوا أخواي قولنا من تكريوا توا رجاءً لم قرب بابروم دش ما شام دش ما غزا وجهاد دكم تأوكوا أخواي قولنا دم باتوا يا شهيدين بنسيب دكا هيجي ترنات وانم للمدينة من تحملناكم لدواي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ملا. قال وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال فعلا عفوا أبو بكر لي بارايوا وتي أنشدك الله أن تبقى يعني بخاطري خواب منوا لا من خوشي دويست ما يوا تا وفاتي كر كأبو بكر وفاتي كر انجا
داوایل عمر کرد که رجای بده بر رو ازنیده. او که ات چوب و شام و کوچیهات که چی قدری خوای جورا ل طاعونی عمواس وفاتی کرد. بلام پیش اوی وفات که ل شام که گیشت شامو یک جربان جیدا ل شام. الحاحیان لکر بانگ دا که بان جیدا بکا و ابکا. دزی کرد با گریانو و خالچی اوج دستیان کرد با گریان که جویان ل بانگ داری پیغمبر با علی صلی الله السلام. ماله. قال وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل أم حديث باسي فضل سالم مولى أبي حذيفة ذكا بيشتر أو حديث مرخبين دوا بالله قال باب الوصات بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته عن ابن عمر عن أبي بكر قال ارقبوا محمدا في أهل بيته يعني إن جاء باجبون لقالها مو آل بيتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وخذ مكاني أبو بكر رضي خوالي بيدي فرمو إيوا شاو ديري بيغمبر بكن عليه الصلاة والسلام إني الرز لو بقرن لتشيدا دعي خوي لأهل بيتكي كرز لآل بيتي بيغمبر بقرن رستان بيغمبر قلتوا عليه الصلاة والسلام بله. قال وقال أبو بكر في حديثه ثمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي أبو بكر رضي الله عنه يقول لي بي چونك أو حقي دساني حقي آل البيت دي فرمو الله من شاك لقل خزمكاني بيغمبر بكم عليه الصلاة والسلام بلام وقرينكتر لشاك كردن لقل خزمكاني خم بله. قال باب ذكر معاوية وخالد بن الوليد رضي الله عنهما قال عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه قد أوتر بواحدة قال أصاب إنه فقيه بلى سبالت معاوية رضا إخوائي قوري لبي بابن عباس ينوت تهيت قصية كدنية لسر معاوية نويجي ويتري كرت بيقر كعاد يقر كعاتي كر بس سي نكر بينجي نكر حوتي نكر فرمي أصاب بكاويتي إنه فقيه معاوية فقيها تيجيشت ولا دين هم فقيه بو هم حليم بو معاوية رضي خواي قوري ليبه جاء ابن عباس شاهدي بدأ بو چه حبر الأمة شاهدي بدأ بو معاوية ككسي چه فقيها بله. قال وفي رواية قال دعه فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية إنه قد صاحب بله ليه قرأ ما هاولي بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام بخوي دزاني السنة چيه ملا. قال وعن حمران بن أبان عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر ما وصل محمد الله يسي معاوية رضا إخوائي يوري لي بي فرمي إيه ونوش يكدا كان إيه ما هاولي بيغمبر وين عليه الصلاة والسلام نمان بيني أو نوش بكا دور كات سنة دوان ويجي عصر بكا أو إيه ما وصل محمد زور داكو شي لي دكا فرينا من بيني وأو بكات بلكو نهى عنهما بدل نيايو بيغمبر نهي كردوا نوش كردن دواي عسر دور كات دواي عسر طبعا قولي لسره وبيشتر باس مان كردوا هل لسره موضوعة أنا يقرأ قيناك أما سليش خلافي اجتهادية إيه قالوا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذريفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم لا جنجي مؤتا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام سي أميري بدوا يقدادانا زيد إنجا جعفر إنجا عبد الله كل رواحة فرميك زيد اشتيشي بسرهات با جعفر ببيت أميري جيش جعفر بسرهات با عبد الله كوري رواحة تو سي أميري دانا قدري خوايق لدوا يكر سي كان شهيد بني استاذ جيش ببي أمير ماوتوا ببي أمير جيشه كماوتوا يعني رجل المواقف الصعبة خالد بن الوليد يكسر استلام زمام أموري كرت طبعا بيشتر صحابة رايتك كي قرد دوايوتي من قرتو ما بس بوينا كوي چه إمارتي جيش دكرابة من ناكري خالد قرت يدستو تواني بتكتيكي چي عسكري ناجح
وردورد انسحابك بجيشك كرت يعني جيش مسلمانان لجرنا وكان زي كيسي هزار وبلام اوان كارل ودان ابو سيسات هزار يعني چند زيازياتر والله اعلم دي تواني وردورد انسحاب بجيشك بكابوي خسائري قورن به جماري چي زور يعني لوان كشت بلام اوي كلام مسلمانا شهيد بو جماري چي زور كم بو بله كواتا كبزاني او جنگا يعني ليك نزيقني قوته كان ليك نزيقنين انسحاب كردن نصرة انسحاب كردن سركوتنا نق ولا هجوم كردن نكاك تو دزاني ام جنگا يعني جنگي چي متكافئ نيه واخوي پرودگار به حكمت نيه كدايناوا اگر سطي صابر هبه برانبر دو سطي صابر كچكو اسلحشتان تقريبا هاوشيوي يقبه بلام امرو كار لا هاوشيويتي نيه هاوشيوي چي او چكي دجمنت هيتي كوا مسلماني داما او چكي هي استا استا توبل ولام دسمو جنگا ونا بكاك غلطه انسحاب كردن اما نصرة امس حكمه سركوتنا تو پارزگاري لخويني مسلمانان بكي خو خالد ديتواني خالد چاونه ترزبو او ته پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ده فرمه اخذها سيف من سيوف الله شمشيرك لشمشيره كان اخوا رايتك قلت دست امارتي قلت دست بس خالد ورده ورده بتكتيك انسحابي بيكردن نقبل ديكا كتا همو من شهيد دبين با بردوام بيننا خوي سركوتني مسلمان يا زيرچو ازاي مسلمان لو داني تو زوريني مسلمانان بكوش دي لو دا اخويني مسلمانان بپارزي خويني مسلمانان نرجت بل هر درجه بلام تا پيد بكري پارزگاري لخويني مسلمانان بكي بله امش من قبيك ابو خالد هم لم غزويه دا مسلماناني پاراست و پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي حتى فتح الله عليهم بفتح حساب كرت طبعا خو سركوتن بلا ولا سركوتن بسر جيش كذا بلام او فتح كتبت واني امج مارك مي مسلمانان بسلامتي بقريني توا ضرب لدج من دي بسلامتي بيان قرد اما فتحه مله بس سيفي ناونا سيف من سيوف الله هر لبر اوش زانيان ده فرمون بويا خالدي كوري وليد خواي قبر شهادتي بنسيب نكرت چونك ما دام شمشيري خواي نا بشمشيري خوا بشتيت لو همو جنگا بجداري كردو لو همو غزواتا نزيكي لحفتاش وين برين بلاشي خالد وهي يعني إلا جنگا كان تيق راي جنگا كان هر شهيد نبو لسر جگاي خوي وفاتي كرت ايه دفرم بوچی خوای گورا اوی هر پاراستی چونکه پیغمبری خوا ناوی ناسیف من سیوف الله چون ده بشمشیری خوا برشیت و کسی بی کجی اما این شکل تعلیل کان والله اعلم بله قال باب مناقب فاطمة رضی الله عنها عن علي بن ابي طالب رضی الله عنه ان فاطمة شكد ما تلقى من الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضجعكما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 وتحمد 33 فهو خير وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. ملي. علي رضي الله عنه بدأ فرمي فاطمة شوف ولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يعني ياخذ لاي خوي. شكواي كرت كا يعني بو شيء كدي كا ما ندود به بيوستي با خدمت كاريكا پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام هند غزوات ده سبعي بوهات يعني افرتي بوهات كا بسبي جيره ده فرمه فانطلقت فلم تجده فاطمه شو لاي پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام پیغمبر لما نبو سيدك عائشه لبيا كبيغمبر إخوة قرائه وعليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وتي فاطمة كتتهت وأي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمره بيغمبر جيكسر عليه الصلاة والسلام كوت الرقاب ومالي فاطمة كتبت بزانم بوچيهات وكي بيوستا دفرمي إيما قد أخذنا مضاجعنا علي رضي خواري بدفرمي لقل
فاطمه خزانم يمل سر جگا دريج بوين راكشا بوين بو خوتن ويست من هستين ويستم هستم فرمينا على شويني خوتان بمينن ده فرمين لنيوان هر دو كماندانيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام او هر دو شان راكشاون فرمين لنيوان هر دو كماندانيش حتى وجدت برد قدميه على صدري يعني علي راكشاو پیغمبر اخوابون منا چوار مشقي دانيش تبه اوانو كي پنجکاني بسنجي چي كوتوا علي رضا اخواي قوريد فرميق پنج ساردكاني پي ساردكي هستم پيكر كا برسنگم كوت ماله وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني اشتيكتان فيرنكم خيرتر لوي ايو داواتان ليكردوم كا خزمت كارتان دوه اگر چون سرجي قابو خوتن سيوسي جار سبحان الله بكان سيوسي جار الحمد لله سيوچوار جار الله أكبر كان او بو ايو زور خيرتر لخادم طبعا ما لدولة كا انبابتش لدولة كيترا بلام چون پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي منو ابو بكر وعمر ایمان من باوشته هیا امش دلین ایمان من باو هیا انسان شوانه او ذکره بکا باشتره بوی مصلحتره بوی لوی خادمی ها بید که اکا ما چی پیوندی پیا من حقم نی بخوا خیر تره الا خیری تیدا بخیر نی او مادم پیغمبر فرمویتی علیه صلی اللہ علیه وسلم بله قال عن المسور بن مخربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني فاطمه پارچه اکلا من هر کسی توریک او منی توریک کردو فرموی صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سر بی قال وقد تقدم بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی انها اول اهل بیته لحوقا بها و باس من کر که پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجدید آیا فاطمه کتی یکم کز لأهل بیتی من بمن دگاتوا او چی یا او فاطمه یا بله قال باب مناقب عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنها قال عن أبي سلمة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناقب عائشة رضي الله عنها قوري لبه مكارم وفضائل عائشة أو جاري كان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيدا فرمي أي عائشة أو جبريل سلام لذكاء أو جتي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ای پیغمبری خواه تو شتیوا دبینی ایم نای بینین استاو جبریل هاتوا منی بینی و سلامی لیه کردو من نم بینی و بس تو بینیو تا بله یعنی عائشه او مرتبه هی که جبریل سلامی لیه بکات بله قال عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام بس ما انكر تقريبا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لبياوان خلشي زور كامل بو بياوي زور قورو نجيب هالكوت بلام لآفرتان چيوچي هالكوتن زياتر كزور كامل وأون مريم كشي عمران وآسية خزاني فرعون ولو أمة تجدى فرمي فضل عائشة لسر آفرتان يتروكو فضل الثريد ويا لسر خوارنا كان يتر يعني أم حديثة فضل عائشة بأشكرا دردخا كفضل عائشة بسر همو يوهايا ملا قال وعن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ملا حديث رقم شنبو 25 مشتو بينش باش محمدي عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت عائشة اشتكت يعني مرضت عائشة نخوش بو نخوش كوت ابن عباس رضي الله عنه يقول بهات لا يفرم أي داش إيمان دارن تقدمين على فرط صدق يعني تو برو شوية دروي برو أجريك دروي كبيشتر بود داندراوة براستي ولاي شي دروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر ولاي اودو كسدتي كوفاتكي كبيغمبرا هاوسرتا وابو بكر شا باوكتا اما شايتي داني بهشت ثوانيه شايتي داني بهشت بوكسك ناكري ببي دليل ببي دليل تعيينا بويا ضلن ابن عباس رضي اخوي قوري لي به أم قصيك كردوا لا يقوله إلا بتوقيف أي إلا بنص
بنصيق نبي چون دتواني شايتي بهشت بو چي بدا بو عائشه بدر زي خوي يقول لي به بله. قال وعن ابي وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن الى الكوفه ليستنفرهم خطب عمار فقال اني لا اعلم انها زوجته في الدنيا والاخره ولكن ابتلاكم لتبتغوه ام اياها. بله. كاتك دايك إيمان داران لقل طلحو زبير رضاي خواله هرسي كيان بي رويشتن برو كوفة بولاي علي برون داواي لبكن كبو كوجاكاني عثمان رضاي خواه قوري لبي طولايان لسنة وقصاصيان لدركا داواي حقي عثمان ياندكرد. طبعا للرقاء لا يندا معسكري كيان هلضا لا ينداو تشاورين وفد بجيت لاي علي قصب كريو تشيشي علي رضاي خواي قوري ليبي عمارو حسني كوريناردن بو كوفا بو اوي داوال اهلي كوفا بكن كانتش نبال او جيشي كالاچي بيكاتوا كسر كردائتي دكا طلحو زبير وعائشة رضاي خواي قوري نبكا اوان جيشيان بو ادروز نكر بين دجاياتي علي بكن ابدا هاتون داوي خويني چي دكن خويني عثمان دكن اهلي كوفا لقل عائشه بون عائشه ان خوش دويت دا شي من داران اخي زاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام بزانن خطبه كي عمار چي بو عمار چي ود عمارتي من چاك د زانم عائشه خيزاني پیغمبر له دنيا او له اخرتش موضع الشاهد هنا والاخره عائشه دا شي من داران له دنيا شو له اخرتش لبهشتش اما شاهدتي دانا بلام خوي يقول تاقي كردون توبه عائشه اي وشوين عائشه دكوني بقصي اخوا دكن تاقي كردون ام تاقي كردون انا زور قرسن زور كسي تشي باش كسي تشي تشاك لشتيك دال سر هلبه استاتو تي اماويد فلانا كاس شون دبي بقصي نك شون دبي كاكا بالي بياوي تشاكا بالي أهلي خيرة بلام لما سريدا غلطي كردو براكم غلطي كردو تو شرعك تشيت بيدلا أوبكا مال آخر نابت شون دبي بلين ولا فلان غلطي كرد إبا غلطك قيتش كمروفة فرموي خواي جورة تاقي كردو نو بعائشة شوين دك شوين يعني شوين فرماني خوا دكون يا شوين عائشة دكون مال. قال وعنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقالوا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان وحيثما دار. قالت فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. بس ما كردوهم حديث سواه. قال وقد تقدم قوله إنها أحب الناس إليه. خوش ويسترين كسب لا منه فرمي عائشة أو مناقب عائشة ملا. يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.